الراجل والست دول كانوا هيتجننوا ويجوزوا ابنهم الوحيد بأي طريقة، وأمه كانت بتعس على عروسة طول الوقت. ابنهم سري كان شاب طيب ولطيف بيشتغل في شركة برمجة وصح متأخر على شغله، فخرج على طول من البيت على الشغل. أول ما وصل المكتب فضل باصص من الشباك على المكتب تاني بيستنى البنت اللي بيكرش عليها، وهو بيراقب البنت الجميلة اللي بيكرش عليها. المدير جه وقال له خلصت الشغل اللي كلفتك بيه ولا لأ يا بلبل الجناين؟ فسري قال له أنا خلصت جزء وسبت الجزء التاني لزميلي ستيش. والأخير قال له أنا قربت أخلص. بعد ما المدير مشى سري قال له انت مش قلت لي ان خلصت الشغل؟ فستيش قال له ايوه، بس لو قلت له اني خلصت الشغل هيكلفني بشغل تاني وانا في مسلسل جديد عايز اتفرج عليه. وقت الغدا نزل سري وراها وهو بيتخيل انهم لابسين زي الفرح من فرط هيامه بالبنت دي، لدرجه انه كان كل يوم يخلص شغله وما يروحش غير لما يشوفها خلصت شغلها هي كمان. عمه كان عارف الموضوع وقال له انت لسه بتراقب البنت ايه من بعيد وما خدتش خطوه جريئه؟ قال له يا عمي هي بتشتغل في مكتب تاني. فعمه قال له خلاص روح لها انت واتكلم معاها، انت بقالك 4 شهور بتراقبها ومستنيها تيجي تكلمك لحد ما تلاقي امك في مره دخل عليك بواحده وتقول لك دي مراتك. تاني يوم فضل يراقبها من الشباك واستغرب انها ما جاتش للشغل خالص، ولكنه ما كانش يعرف ان الحظ الحلو رماها في طريقه وهتشتغل معاهم في نفس الشركه. ولما فضل مكسوف تخيل عمه بيكلمه ويقول له امال فين الشجاعه وهكلمه وبتاع، فراح اتجرأ ورمى الاي دي بتاعه في طريقها عشان يبدا بينهم كلام، لكن المدير قطع عليه بوظ له الخطه. ولانها كانت في نفس المكتب مع صاحبه ستيش السري مره واحده حن عليه وفضل رايح جاي عليه عشان يلفت انتباه سندو، ولكن كل محاولاته عشان يلفت انتباهها فشلت وهي ولا كانه موجود اساسا. البنت دي كانت لاب اوبن مايندد جدا بيحب الرقص ودماغه وديمقراطيه مهلبيه، قالت لابوها وهي بتدور الاكل انها في يوم من الايام هتفتح مطعم خاص بيها وتحقق حلمها. ولما قال لها انا معايا فلوس ادعم مشروعك ده قالت له لا انا عايزه احقق حلمي بفلوسي وبنفسي. تاني يوم سري طلب من صاحبه ساتيش يبدل معاه الاماكن عشان يكون قريب من سندو، فساتيش قال له هو تليفونك فاضل عليه كام قسطه والمكنه بتاعتك فاضل عليها كام قسطه؟ مدفوق يا عم سري، البنت دي من مستوى عالي واحنا كحيانين وبنكح تراب. ولما بدلوا الكراسي مع بعض وساتيش شافه بيلعب مع سلحفه بتاعت سندو على اساس انها انتهيه قال له انت عرفت منين انها انتهيه؟ فسري شغل دماغه وجاي يقلب السلحفه بالقلم والميه اتملت بالحبر، وراح مطلع السلحفه حطها على المكتب وغير الميه، لكنه لما رجع ما لقاش السلحفه. فقال له الحق يا ساتيش السلحفه اختفت، الله يخرب بيتك وبيت اللي يمشي ورا كلامك، دور معايا على السلحفه قبل ما تاخد بالها وتسود عشتنا. وفضلوا يدوروا عليها لحد ما لقوها. ولما سندو رجعت قالت له مش المفروض ساتيش هو اللي يكون هنا؟ قال لها انا وهو بدلنا الاماكن. فراحت معرفه بنفسها ومدت ايديها تسلم عليه، والبعيد ما كانش قادر يشيل ايده من التوتر عشان يسلم عليها، ويا الله على فرحته لما قالت له اديني رقمك عشان اسجله عندي. فصاحبه قال له انت فرحان ليه؟ دي اخدت ارقامنا كلنا وانت اخر واحد تاخد رقمه يا حزين. بعد كام يوم اتصلت بيه الصبح وقالت له ابويا خد العربيه ومشى وعايزاك تاخدني معاك للشغل. فراح غسل الحته الصيني الرايقه ومستحمي بالمعطر عشان حبيبه القلب اللي هتركب معاه المكنه. ولما وصلوا للشركه قال لنفسه لو انا وهي مشينا جنب بعض 7 خطوات متوازيه يبقى سندو هتبقى حبيبتي وام العيال. مشوا مع بعض 6 خطوات وراحت مغيره اتجاهها، فسري ثبت مكانه. وصاحبه قال له ايه يا بليل بجع اللي انت بتعمله ده؟ فسري قال له انت مالك يا عم تنيل خش مكتبك. فضل واقف على رجل واحده لحد ما جت وكمل معاها الخطوه 7. لا كده الاتفاق اتغير بقى، الاتفاق اتغير ونشوف هنسمي عيالنا ايه يا بنت قلبي. وبالليل امه كانت بتكلم خالته في موضوع العروسه كالعاده، فسري اتفاجئ ان سندو اتصلت بيه مرتين وامه بتكلم خالته. فاتصل بيها لقى تليفونها مقفول، ولما سالها عن سبب اتصالها تاني يوم في الشغل قالت له لا مفيش كنت رايح الحفله وقلت اخدك معايا، فانت ما ردتش وكلمت ساتيش وهيروح معايا. سري راح لساتيش زنه وقال له انت ايه اللي خلاك توافق على الخروج معايا يا ابن الورمه؟ روح قول لها انت مش هينفع تخرج معايا للحفله وانا هديك اكونت نتفليكس تتفرج على مسلسلات براحتك. فراح ساتيش واعتذر لها وقال لها انا مش هينفع اروح معاكي، وراحت طالبه من سري يروح معاها. تاني يوم وهما في الملهى الليلي مع بعض وبيرقصوا مع بعض اتكلموا عن الابراج، فقالت له انا مش عارفه برجي لان امي هي الشخص الوحيد اللي كانت تعرف عيد ميلادي وهي خلاص فرقت الحياه. ولما طلبت منه يسكر معاها قال لها اعفيني من الموضوع ده وهنفذ لك اي طلب تاني. فقالت له روح لابو شعر ورد هناك وكب المشروب بتاعه على وشه، فعشان ما يتحركش قدامها قام وعمل اللي هي قالت عليه والناس فضلوا يجروا وراه، فشدته واستخبوا في الحمام. وقالت له انت طلعت مش بطل اهو، فقال لها انا اعمل اي حاجه عشانك يا مسهوك انت. فقالت له وهي سكرانه انا معجبه بك يا سري. مرت الايام وحياتهم اغاني هنديه ومشاعر جشاشه تخليك تحب على نفسك وانت بتتفرج. في يوم من الايام ابوها قال لها انا عايز اقابل صاحبك ده، فاتصلت بيه وعرفته رغبه ابوها والضحكه بقت من الودن للودن. فابوه قال له هو انت بتحب سري؟ ولما سري قال له لا، ابوه قال له انت عارف امك كويس ما عندهاش حاجه شغله بالها غير انها تجوزك لبنت كويسه تهتم بيك وتجهز لك كل حاجه في فرحك، فما تاذيش مشاعرها بقصص تافهه تعملها من وراها، وكلام ابوه اثر عليه فما راحش لمقابله ولد سندو. تاني يوم في الشغل حاول يعتذر لها وهي كانت متجنبه خالص، لحد ما الاسانسير عطل بيهم واتصالحوا بالدجس بوجس في الاسانسير اللي فضل طالع نازل. وهم مروحين وقفته قدام صيدليه وقالت له عايزه حاجه لزوري وانت لو عايز حاجه هاتها، فراح جاب لها حبوب لزورها. فقالت له مش هتجيب لي نفسك حاجه من الصيدليه؟ وسري المحترم ما فهمش قصدها غير متاخر وجرى بسرعه صيدليه.
راحوا لبيتها ودوها الدوجوس بوجوس فقال لها انا بحبك يا سندو. قالت له ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا فاكره اننا اصحاب واللي حصل بينا ده مجرد علاقه عابره. فلا اصحابي انا بكرش عليكي من قبل ما تيجي لمكتبنا وكنت بحلم اكون معاكي. قالت له لا يا سري انا ماليش في سكه الحب دي. فعيط وقال لها انا بحبك وهاخد بالي منك واهتم بيكي. قالت له خلينا اصحاب احسن يا سري. والاخير خرج من عندها مكسور الخاطر ولم قال لعمه اللي حصل. قال له هي ازاي تستغلك وتطلب منك الصداقه بس؟ سيبك منها يا سري هي اللي خسرت حبك الحقيقي. هو وسندو اتاثروا بفراقهم عن بعض وكانوا حزانه وغلابه الحب خربشهم بمخالب الديابه. ابوها لما سالها انت ليه منطفيه كده مش عوايدك؟ فسندو قالت له على اللي حصل كله. قال لها انا ربيتك في امريكا على الحريه والقرون اللي بتخبط في النجف رايح جاي. هنا الوضع مختلف يا ماما والثقافه مختلفه يا حبيبتي والدوجز بوجوس ما بيحصلش غير بين المتجوزين. انت وجعت سري باللي عملتيه لانه بيحبك وكان مستني منك تبدليه نفس الحب. في حفله راس السنه اللي الشركه عاملاها كله كان فرحان الا سري اللي كان عمال يسكر لاول مره في حياته. ولما سندو جات عشان تبوسه زقها بعيد عنه وراح قال لكل الناس الموجوده القمر بنت الحسب والنسب عملنا دوجز بوجوس ما اتضايقتش واتضايقت لما قلت لها اني بحبها. انا مش هدخل معاكي تاني في نزوات بتسميها علاقات عابره لان اهلي ربوني مش زي ابوك الاريال. فراحت ضربه بالقلم وقالت له انت لو كنت اتربيت فعلا ما كنتش هتقول حاجه خاصه بينا قدام الناس. لو انت بتعتقد اني بنت رخيصه ايه اللي وقعك في حب من الاول؟ الدوجز بوجوس بالنسبه لك انت حاجه كبيره لكن انا الحب عندي اهم واولى منه يا متعفن الفكر يلي من غير قرون. انت من وقت ما قلت انك بتحبني وانا بفكر فيك ولقيتني انا كمان بحبك وراحت عامله له حركه عيب وسابته مشيت. سري لما راح على بيت عمه وحكى له اللي حصل مرات عمه قالت له الست يا ابني ممكن تتحمل اي حاجه الا المعامله الوحشه من حبيبها. فقال لها انا فعلا غلطت وبكره في المكتب هعتذر لها. فصاحبه قال له مكتب ايه يا ابو مكتب انت فاكرها هتيجي تاني بعد اللي انت قلته قدام الكل؟ وسندو جت تاني يوم عادي جدا للشغل وهلع على بلا اي حاجه وراحت مغيره مكان مكتبها عشان تبعد عن سري. الاخير حاول يعتذر لها لكنها اتجنبته تماما. فستيش قال له اتفرج وتعلم على ملك الستات هيعمل ايه. راح لسندو قال لها الاشخاص زي المسلسلات بالظبط ما ينفعش نكره مسلسل عشان حلقه واحده طلعت وحشه. فقالت له قوم يلا غور من هنا بدل ما كسر اللابتوب ده على دماغك. والاسانسير تاني كان المكان اللي اتصالحوا فيه. قالت له انا عايزه اروح رحله معاك نغير جو لوحدنا. وهم في المكان اللي راحوا له اتكلموا في انهم ياخدوا خطوه في علاقتهم. فسري قال نتجوز وهي قالت نعمل مساكنه. فقال لها ايه اللي انت بتقوليه ده يا سندو؟ امي بتدور لي على عروسه. فيلا نتجوز وسيبك من الهبل اللي انت بتقوليه ده. قالت له مش لازم نكون متجوزين عشان نعيش مع بعض يا حبيبي، ندوها حياه بحريه ونفكر بالراحه في موضوع الجواز. فسري قال لها هفكر في الموضوع. ولما احتار في راي الناس اللي شاورهم في كلام سندو كان بياكل موزه وقال لو رميت القشره جت في الباسكت هقبل بالمساكنه اللي قالت عليها. فجت امه من وراه وراحت اخد القشره من ايده رميها في الباسكت وحس انها علامه. سال امه عن موضوع المساكنه فقالت له يعني ايه مساكنه يا ابن الموكوسه؟ قال لها المساكنه هي ولد وبنت بيحبوا بعض فبيعيشوا مع بعض في بيت واحد من غير جواز. قالت له انت جبت الافكار القذره دي منين يالا؟ قال لها ساتيش يعرف واحده وعاوز يسكن معاها من غير جواز. ساتيش الغلبان اكل على اول ما جه من ام سري وما كانش فاهم هو بيتضرب ليه. ولما سري قال له انا دبستك انت مكاني راح ساتيش اتقمص ومشى. ولكن سندو بعتت له بتساله عن قراره فاجتمع بعمه وساتيش وقال لهم انا مش حابب الموضوع لكني حاسس انه قعدنا مع بعض هيقربني من هدفي وهقدر اقنعها تقبل فكره الجواز. ساتيش قال له امك لو عرفت الموضوع ده هتعمل من فخادك صابع كفته يا سري. فقال لهم في بيت بعدنا بشارعين انا شفته ودفعت العربون بتاعه كمان. وفعلا نقلوا الاثنين حاجتهم للبيت اللي هيتسكنوا فيه وبقى سري بيقضي الليل كله مع سندو دوجوس بوجوس ولفلفا. وصبح بدري يرجع جاري للبيت ونط من شباك الاوضه ويقنع امه انه لسه صاحي. يرجع من الشغل يقول لهم انه هينام ويقفل الاوضه من جوه وينط من الشباك يجري على بيته هو سندو. وهو عندها مره امه اتصلت بيه وقالت له انت ما بتفتحش الباب ليه؟ انا عايزاك في حاجه مهمه. فراح راجع جري للبيت ناطط من شباك الاوضه وفتح لامه فقالت له خد يا حبيب ماما اللوم للابره دي. وفي مره كان هيتكشف لما لخبط الحاجات اللي امه طلبها بالحاجات اللي سندو قالت له عليها. سندو اتصلت بيه في يوم من الايام وقالت له ما تاخرش عشان مجهزه لك عشاء هيعجبك. اول ما ركبت فيش في الكوبس حصلت قفله كهرباء ولسوء الحظ الكهربائي اللي كلمته يبقى ولد سري. سري لما شافه اتنطر من مكانه وخبى صورته هو وسندو وراح جري مستخبي في الحمام. ولكن سندو راحت وراه وقالت له افتح يا سري عشان الكهربائي طلع السخان. ابو قال لها هو اسمه سري زي اسم ابني. فسري راح مغير صوته وقال لها مش لازم تصلحيه دلوقتي. خلصوا من قصه السخان لقوا ساتيش دخل عليهم بيتنطط. فابو سري قال له انت بتعمل ايه هنا يا ساتيش؟ فقال له انت عارف بقى يا عمي الدهب غلى ولازم اشتغل اكتر من شغلانه عشان اجيب الشبكه. وبمعجزه قدر يخرج ولد سري من البيت قبل ما تكشفه قدامه وعرف سندو انه ابو سري. اهل الاخير اتصلوا براجل شغال خطبه عشان يشوف عروسه لابنهم. الراجل قال له اليومين دول الناس متعبين في اختياراتهم. فام سري قالت له لا انا ابني مش كده، ابني حمل وديع ومفيش في احترامه ولا ادبه وجوهره الشباب كلهم. المصيبه هنا ان الراجل ده يبقى جار جوهره في البيت اللي عامل فيه مساكنه مع سندو. ولا هو ده الحمل الوديع اللي كنت بتتكلمي عنه من شويه؟ فسري راح واخده وخرج وقال له ابوس ايدك اوعى تنطق بحرف واحد وفكك من قصه العروسه دي. فقال له انت متجوز وعايش في بيت تاني ليه ما تقولش لاهلك؟ فسري قال له لا
احنا عايشين مع بعض من غير جوازه. فالراجل قال له هو في واحد بيسوق عربيه من غير رخص يا جدع، انت هتجنني معاك ولا ايه؟ فسري قال له بلا رخصه بلا عربيه، شوف انت عايز ايه عشان تسكت وانا هديهولك. والراجل قال له خلاص ابعت لي فلوس على حسابي وانا مش هتكلم ولا هجيب لك عروسه. ستيش في الشغل كان متضايق من ضغط المدير عليهم وقال لهم اللي فيكم شغال هنا ومش حابب الشغل ارفع ايده. فسري استغرب ان سندو رفعت ايديها. قال لها انت كان نفسك تشتغلي ايه؟ قالت له انا نفسي افتح مطعم كبير للاكل الهندي في باريس. وانت ايه حلمك؟ قال لها اني اخد بالي من امي واخليها سعيده. بعدها قالت له انا هتاخر في شغل النهارده وانت لازم ترجع للبيت وتعمل اكل. ولما رجعت بالليل لقيته قاعد وما عملش عشاء، اتعصبت عليه. فقال لها انا جيت متاخر من البيت وقلت لما انت ترجعي هاخدك ونخرج نتعشى بره، فيلا روح البسي وانا هستناكي. وهم رايحين يتعشوا بره الموتوسيكل عطل بيهم فاتعصبت عليه اكتر. سري قال لها انا سالت ابوك عن المستشفى اللي اتولدت فيها ورحت للمكان لقيتها قفلت من 10 سنين، فضلت اسبوع كامل ادور على اي حد كان شغال فيها لحد ما لقيت ست كبيره كانت موجوده يوم ما انت اتولدتي. عرفت مكان الاوراق في المستشفى ورحت فضلت ادور لحد ما لقيت ورقك، وعرفت ان النهارده عيد ميلادك وحبيت احتفل بيكي قدام نفس المكان اللي اتولدتي فيه. انت قلت لي ان امك بس اللي كانت تعرف عيد ميلادك وفرقت الحياه، وانا دلوقتي عرفت وهفضل معاكي دايما. بعد فتره سندو وهي بتستنى شيف عشان مقابله شغل قابلت واحده كانت معاها في المدرسه. الواحده دي كانت جايه مع اهلها عشان تقابل عريس في نفس المطعم، والمصيبه ان العريس ده يبقى سري. سندو لما شكت في الموضوع اتصلت بيه وقالت له انت فين؟ قال لها رايح مع عمي للمستشفى عشان تعبان. ولما ابوه وامه قالوا له انت بتكذب ليه؟ قال لهم مديرتي الجديده تعباني جدا في الشغل. ولما هو وعمه دخلوا على عيله العروسه اتفاجئوا بانه سندو موجوده معاهم وزنقت سري زنقه سودا. ولما قبل العروسه قال هو العريس متوتر كده ليه؟ ام سري قالت له مضغوط في الشغل من مديرتي الجديده اللي حتى واحنا جايين كانت بتكلمه، انا لو شفتها هديها علقه بالمقشه لما يبلها صاحب. فعمه قال له اعتقد انت اللي هتتضرب النهارده بالمقشه بسبب كلام امك. الطين زاد بله والراجل جرهم في شقه المساكنه شافهم بالصدفه، ولما عرف من امه ان سري لها عروسه افتكرها بتتكلم عن سندو وقال له خلاص قررت تقدم على رخصه. فسندو قامت مشيت من المكان وسري اتحجج بانها مديرته وعايز يرضيها. لما اعتذر لها وقال لها ان اهله هم اللي دبروا كل حاجه وما كانش ينفع يزعل امه، لها راضيه وقالت له شكلك كنت مصدوق كان حلو يا سلسلتي. ما تاخرش في الرجوع للبيت. والد سندو قال لها ان فرقته هتعمل عرض ولازم تحضره وتجيب معاها سري. الاخير عرض عليها الجواز فرفضت وقالت له انا مش مستعده للجواز دلوقتي، لو اتجوزنا اول ما طالبك انت وعيلتك هتكون الخلفه وده لو حصل هيشغلني عن التفكير في تحقيق احلامي. قال لها انت ليه انانيه ما تفكري فيه انا كمان وفي حياتي؟ فقالت له انا مش انانيه، انت اللي مش فاهم ان الجواز والخلفه هيحبسونا جوه دايره مش هنقدر نطلع منها ولا نحقق اي حاجه بنحلم بيها. وهو بقت عند حبيبته، امه تعبت جدا وعلاجها كان خلصان. خرجت بالعافيه خبطت على اوضته وهي فاكراه انه جوه لحد ما نزلت على الارض وفقدت الوعي. كالعاده رجع صبح نط من الشباك وعمل نفسه لسه صاحي ولكنه ما لقاش لا امه ولا ابوه في البيت. اتصل بيهم عرف اللي حصل وطلع جري على المستشفى وسمع الدكتور وهو بيقول لها انت مش حامل زعل ولا مشاكل. ولما سال والدته ايه اللي حصل قالت له انا تعبت جدا وخبطت عليك لكنك شكلك كنت تعبان من الشغل وما سمعتنيش. كلام ابوه زاد الشعور بالذنب عنده لما قال له امك شايله همك وتعبك وسهرك في شغلك كل يوم وانت ولا هنا، من يوم ما اتولدت وهي حياتها اتلخصت فيك لكنك لا حاسس بينا ولا عارفنا بنمر بايه عشان خاطرك. سري راح لعرض فرقه والد سندو وعرض عليها الجواز لكنها برضه رفضت. قال لها انا والدتي تعبانه. قالت له لو تعبانه نروح نقف جنبها لكن مش هتجوزك عشان هي تعبانه. فسري قال لها انا بكرهك، هو انت شايفه حلمك اهم من وجودي في حياتك؟ قالت له هل انت امك تهمك اكتر مني ولا لا؟ قال لها لو هتحطي نفسك في مقارنه مع ماما يا سندو اكيد اختار ماما. قالت له وانا اختار حلمي يا سري. الفراق من الفراق وقسوته على قلوب الحبايب العشاق. سندو بعد ما قدمت استقالتها من الشركه شافت دعوه فرح سري في مكتب المدير، فقابلت سري في وشها وقالت له انا همشي من المدينه كلها وبتمنى لك حياه زوجيه سعيده. فسري قال لها وانا كمان بتمنى لك مستقبل كويس. انصاع سري لرغبه اهله في النهايه وهيتجوز صالونات زي ما امه عايزه. اما عن سندو فابوها قال لها امك كانت بتحبني وانا كنت مشغول لتحقيق احلامي، واول ما فقدتها للابد الحزن فتفت قلبي وخلاني اعرف ان مهما كان نجاح الشخص مش هيكون له معنى طالما في شخص بيحبنا وبيدعمنا مشارك معنا فيه. فكري كويس لاني مش عايزك تفتقد سري زي ما انا مفتقد والدتك. فسري قالت له رجعني على بيته حالا. وعلى نوك ترند لو جاي في رجوع انساني، لقت سري الحزين البائس بيتجوز خلاص. بعد سنتين ستيش كان بياكل في مطعم في فرنسا واكتشف ان صاحبه المطعم هي سندو. ولما قعدوا مع بعض والد سندو ساله عن سري، فقال له سري طلق من 6 شهور بسبب المشاكل اللي كانت بينه وبين مراته. سري كان مختفي بقاله فتره واهله ما يعرفوش هو راح فين. والد سندو جه عشان يواسيهم وقال لهم بنتي من يوم ما فرت ابنكم وهي ليس عايشه على ذكراها، ولكن الغلطه غلطتي انا اللي ربيتها تكون مستقره حتى لو على حساب مشاعر الناس الثانيه. ام سري قالت له ابني من يوم ما اتجوز ما شفتوش بيضحك ولا فرحان وقلبي كان بيتقطع من الحزن عليه، ولاجل حب بنتك الكبير لابني ما فيش حد يستحقه قدها، ولو كان موجود كنت بعته معاك بنفس راضيه. الخير كان على قدوم الواردين. وسندو اتصلت بابوها قالت له انا لقيت سري وخلال يومين هنكون عندكم. ولكن لما قالت له يلا نتجوز سري كانت عقد من الجواز وبيقول لها احنا نقضيها مساكنه وخلاص. فقالت له لا يا حبيبي انا عايز اتجوز. وانتهى الفيلم بخناقهم جواز ولا مساكنه. الحاجه الوحيده اللي تفهمنا من الفيلم ده هو انك لازم قبل ما تتجوز تعمل كل اللي
انت عايزه. وهنا ما اقصدش الدوجوس بوجوس يا اوغاد عشان ما حدش يقول لي انت بتحلل الدوجوس بوجوس، انما المقصد لو عندك حلم او حاجه نفسك تعملها اعملها قبل الجواز، لان بعد الجواز مش هتعرف تعمل اي حاجه خالص يا هدود الجناين. الدنيا هتغلى والحاجات هتولع ومش هتبقى لاقي تاكل انت ولا عيالك، فاعمل كل اللي انت نفسك فيه قبل ما تتجوز. ولحد هنا يكون انتهى ملخص الفيلم، ونشوفكم في ملخصات جديده. فما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتشاركونا برايكم على قضيه الفيلم مع بعض، وهل انتوا مع المساكنه ام مع الجواز؟ اتخانقوا بضمير في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.